الو، هلا نوره. الحمد لله طيب. اسمعي كويس انك اتصلت، انا كنت ابغاك في موضوع. تذكرين قبل 4 شهور يوم انك كنت اعطيني رقمك؟ انا ما طلبت رقمك صح ولا لا؟ انت اللي جيت اعطيني اياه صح؟ طيب حلو، دام انك انت سويتي هذا الشيء معاي راح تسويه مع شخص ثاني غيري صح ولا لا؟ لا تكلم تقولي لا، دام انك انت سويتي هذا الشيء معاي راح تسويه مع شخص ثاني غيري، وانا متاكد انك سويتيه مع شخص ثاني غيري. حلو، فاسمعي، هي كلمه واحده، لا عاد اشوف رقمك مره ثانيه. ما هو القدر بعلمك معنى الصبر، بعلمك معنى الصبر.